الودية واللقاءات الودية. يأتي في هذا المساء يأتي لقاء الأسباني الإنجليزي، لقاء إن شاء الله نأمل وتمنى. استلام تحت الضغط دائما من اللاعب. يبدأ البارسا النهاردة أقصى الجانب الأيسر، لكن الحارس المتحيل، ولكن في عرقلة هنا وخطأ. عرقلة مباشرة مع البداية، تتلعب الكرة تاني، لعب تاني في التحضير في اليسار. هذه المساندة، لمسة تاني للسلسولي والعرضية حلوة، ورد جميلة، هدف أول لبرشا ممتاز، هدف أول لفاندوفسكي، يتقدم لبرشلونة. الزلزولي ممتاز، الزلزولي النجم المغربي عبد الصمد الزلزولي يعدي وياخد خطوات جميلة جدا، النجم المغربي يتقدم لبرشلونة، يتقدم للبرسا. إذا هدف أول عن بلعب على طول الكرة تاني لصالح نادي برشلونة، والتألق الجميل جدا رافائيل دياز في العمق، خطيرة جدا. ساكا والتعادل يا ولد، ساكا ساكا يتعادل ساكا. إذا ساكا بوكايو ساكا يعود للأرسنال لواحد واحد، يعود للأرسنال سريعا على طول بعد خمس دقائق من الهدف الأول للبارسا. يعود بوكايو، رافينيا يمشي، رافينيا تاني على طول الأمامية، تيرشتيجن محاولة جدا في أول 13 دقيقة، هدفين، هدف تقدم الخطيرة العرضية جدا يا ولد. جيسوس لعيب بومبا خطيرة تعدي من أمام ساكا، كان هيبقى الهدف الثاني للارسنال. لا 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 مش ممكن. جديد للمباراه بالتعادل الايجابي 1-1. خطا وركله حره مباشره. ساكا 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 ساكا، لكن بعيده من ساكا الى ركله مرمى، بعيده من ساكا، ركله سايد خطيره خطيره خطيره. ايديجارد وفرصه هدف ثاني، ركله جزاء ركله جزاء ركله جزاء. مش ممكن ارسنال، مش ممكن الارسنال يعمل ماتش عظيم. واحد ساكا ضيع ساكا، واضح انه كان هيضيع ساكا، وضعيه جسمه وضعيه قراره مش مظبوطه. وهنا على طول ارتيتا، الحوار موجود وسريع، وساكا يضيع ركله الجزاء. ادي ساكا حلو قوي، جميله ساكا. وهي ريال يلعب مع البارسا في يضغط ثاني، اوبا تصويبه خطيره، الكره العرضيه. جيسوس يا ولد جيسوس، هدف على طول الكره، تمشي الكره ثاني امام رافينيا، مرة أخرى تاني لك حق، تمشي على طول تاني برشلونة خطيرة. دوغان ورافينيا والكرة والتصويبة وهدف تاني يا ولد، يا ولد هدف تاني في لقطة رهيب جدا، جميلة جميلة. رافينيا يتقدم للبرسا، يتقدم رافينيا للبرسا 2-1 الآن، 2-1 الآن. الكرة غيرت اتجاهها طبعا، والحارس صعب جدا للفاكشن هنا. تاني جوندوجان، جوندوجان فاول تاني كريستانسن، انذار انذار هنا على طول بسرعة، لازم بقى خلاص، لازم فيها كروت بقى مباراة ودية، لكن واضح ان هيبقى فيها عنف. صليبة، اوه قوة جامدة جدا، وادي الحكم، الحكم والحكم اراوخو نادي الارسنال في هذا المساء. ترجع الكرة تاني، ترجع الكرة تاني على طول في الخلف تاني. ساكا 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 والعرضية من الونسو، ولكن ركلة ركنية. كريستنسن كريستنسن يغطي خير الونسو، ساكا والونسو والتعادل يا ولد. سايد لا مش سايد، مش سايد، في تغطية موجودة، والهدف التعادل يعود، التعادل يعود الآن، يعود هافرتس، يعود هافرتس ويتعادل لصالح نادي أرسنال. إذا هافرتس يعود الآن في دقائق الأخيرة جدا. تروسارد فرصة هدف ثالث يا ولد، لكن تير شتيجن كرة قنبلة، قنبلة من تروسارد، كرة قوية جدا، لكن على طول تير شتيجن يطلع الكرة، شتيجن إلى ركلة بالكامل، غير الرتب الثاني، محاولة جميلة ممتازة المرة دي، العرضية خطيرة والحارس يا ولد. ساكا بارتي بالأيسر خطيرة، ديمبلي ممتازة من ديمبلي، عثمان ديمبلي، لكن ركلة مرمى، أدى عثمان ديمبلي لسه جوه ال 18، خطيرة خطيرة جدا. ساكا غريبة، ساكا غريبة، ساكا يضيع فرصة هدف شخصي تاني لي. فاتي هاتو خد سريعة، فاتي المهارة لك تروسار، محاولة تصويبة ولا تلعيب، جميلة جميلة جميلة، هدف روعة 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 للأرسنال. تروسار يا ولد هدف جميل 3-2، أول مرة الأرسنال يتقدم، لكن هدف جميل جدا جدا. شوف هنا تراجع دفاع نادي برشلونه، يدي مساحه للارسنال، ممتازه ممتازه. تروسارد تروسارد يحاول يسجل،
حاول عثمان ديمبلي مرة على طول الكرة الثانية برشلونة بعيد تيجن تمشي على طول الكرة الثانية تصويبة ولد سميث رو قوية جدا قوية جدا لمباراة حلوة مباراة كبيرة يقدمها أرسنال هذه تمريرة جيدة تمريرة جيدة للكرة تمريرة جميلة للكرة هدف أعطى هذا الهدف دفعة قوية للاعبين هدف مدهش الكرة في المرمى تسديدة رائعة هدف جميل من للكرة مرر الكرة إلى فريق الصافرة الشوط الثاني سيبدأ أخيرا هذه تمريرة جيدة تمريرة طويلة ركلة ركنية يا لها من فرصة عظيمة أحرز هدفا للتو إحراز مثل هذه الأهداف هي أمر عادي بالنسبة له تمريرة للكرة